الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسل الله جميعا. الحقيقة احنا عايزين نتكلم ان السلام المجتمعي الحقيقة ان هو لازم يكون هدف كل حد مننا، لان بيئة السلام هي اصلح البيئات للانجاز، اصلح البيئات للارتقاء، لان طالما في شقاق، طالما تشتتت وتبددت الطاقات ولا مجال للانجاز. عايزة اشارككم تجربتنا في مصر. احنا حصل تعاون بين وزارة الاوقاف والمجلس القومي للمرأة، عملنا فيها مبادرة اسمها معا في خدمة الوطن. خرجنا كل واعظة ممسكة بيد كل راهبة، ورحنا مجمع الأديان، زرنا مسار العائلة المقدسة في مصر، زرنا الكنيسة المعلقة، زرنا كنيسة أبي سرجة، كلنا واحنا مع بعض. دي كانت بداية، كانت بداية لمجموعة من اللقاءات ومجموعة من الفعاليات بنعملها مع بعض قدام الوطن. ده بعد مدة حصل بينا تآلف، بقينا نسأل على بعض، نوحش بعض، بقت في نسيج أو نموذج للنسيج، لدرجة إن المبادرة اللي اسمها معا في خدمة